بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. أعزائي الطلبة، السلام عليكم. ما زلنا نواصل مع تمارين حلول تمارين تحولات حمض أساس. في هذا التطبيق الرابع راح نقوم في التمرين هذا، نقوم بمقارنة بي اش محلول بي بي اش الماء المقطر عند درجة حرارة تختلف على 25 درجة مئوية. هنا ما تعودنا على التمارين دائما 25، هذا المرة لا يعطوك درجة حرارة أقل أو أكثر من 25 درجة مئوية. ها هو نص التمرين. أولا قالك بي اش محلول مائي هو 7 عند 10 درجات مئوية، يعني هذا التمرين يختلف على اللي جازو. هل هذا المحلول أساسي أو حمضي عند 10 درجات مئوية؟ هنا نعرفوا بلي المحلول بي اش كيكون يساوي 7 عند 25 درجة مئوية المحلول معتدل، ما هو لا أساسي لا حمضي، بصح هنا يختلف الأمر. ها تشوف كل تمرين راني ننوع، يعني كاين بعض التمارين اللي نجيبهم من جهات أخرى ونبدل فيه الأسئلة، ندي الفكرة وننوعو حتى تتلاقى مع كامل احتمالات الأسئلة التي تطرح. ثانيا احسب تركيز شوارد الهيدروكسيد في هذا المحلول عند 10 درجات مئوية، واعطاو لك معطيات الجداء الشاردي للماء عند 10 درجات مئوية اللي هو ك يساوي 3.2 في 10 قوى ناقص 15، كما شفنا من قبل انه عند 25 درجة يساوي 10 قوى ناقص 14، لكن هنا يختلف الامر. اذا كيفاش نحل هذا التمرين؟ هل هذا المحلول اساسي أم هو حمضي عند درجة الحرارة هذه؟ صح، أولا لازمنا نبحث وقتاش يكون المحلول معتدل. نعرفوا باللي محلول مائي معتدل إذا كانت شوارد الهيدرونيوم النهائية تركيز شوارد الهيدرونيوم النهائية يساوي تركيز شوارد الهيدروكسيد النهائية. يعني احنا واش تعلمنا في البي اش انه يكون، ها لاحظ كيف تبدا تجاوب على السؤال، يكون محلول مائي، انه هذا محلول مائي صح، معتدلا اذا كان التركيز تاع شوارد الهيدرونيوم أسطر و أو بلس فينال يساوي التركيز تاع أش أو موان فينال، سواء عند درجة 25 درجة ولا عند 10 درجات ولا 90 درجة يكون معتدل كيكونوا هذو زوج متساويين. حط هذه مليح في بالك. صح، عندنا بالنسبة للجداء الشاردي للماء لدينا كنا درنا من قبل أن ك أو يساوي التركيز تاع أشطر و أو بلس فينال في أش أو موا فينال. صح، هذا ك كي يكون معتدل قلنا التركيز هذا يساوي هذا، إذن كي شغل ضربت هنا أشطر و أو بلس في أشطر و أو بلس لأنها تساويها. إذن واش يولي عندنا؟ إذن ك أو انتبه تساوي، يعني مضروبة في بعضها بعض، إذن تولي لنا ك أشطر و أو بلس مربع. هذا يعني أن التركيز أشطر و أو بلس يساوي جذر ك أو. ها يساوي ماذا؟ يساوي جذر ك أو. مثلا لو قلت لك في الرياضة A يساوي B مربع، B تساوي جذر A تساوي، نقول لك 9 يساوي 3، 3 تساوي جذر 9. إذن نواصل، مادام التركيز هذا يساوي جذر K ومنه نعرفه باللي LPH يساوي ناقص لوغ أشطر و
او بلوس، ومادام ناقص لوغ اش 3 او بلوس في اي يساوي هذه، اذا يساوي ناقص لوغ جذر ك او اكشولي انها تساويها. لاحظ الخطوات اللي رانا نتبعوا فيها. احنا واش رانا نحوسوا لهنا؟ احنا الهدف من اتباع هذه الخطوات يلزم نعرفوا واش هو بي اش المحلول المعتدل عند درجة الحرارة هذه اللي هي 10 درجات مئوية. شحال يساوي؟ نعرفوا باللي يساوي 7 عندما تكون 25 درجة، لكن هنا بي اش المحلول المعتدل ما نعرفوش عند هذه الدرجة. إذا درنا هذه الخطوات كامل لنصل إلى هذا. إذا لاحظ، إذا بي اش المحلول المعتدل عند 10 درجات مئوية هو ماذا؟ هو أي بي اش يساوي ناقص لوغ جذر ك او. ك او شحال عطاوها لي في المعطيات؟ 3.2 × 10^-15. 3.2 × 10^-15 هكذا. انت في الحاسبه واش دير؟ دير ناقص، دير لوغ، ومن بعد عبز على الجذر، ومن بعد افتح قوس واكتب 3.2 × 10^-15 واغلق القوس، دير تساوي. هذه العمليه اللي تقوم بها في الحاسبه. عفوا، دائما الناقص اللي جاي الفوق ماشي تاع العمل، اللي بين قوسين. صح، نواصل. اذا شحال عطاتني؟ عطاتني 7.2. صح، يعني بي اش المحلول المعتدل عند 10 درجات مئوية هو 7.2، وعند 25 درجة هو 7. صح، وكنا كي قرينا البي اش، كي يكون البي اش 7، هذاك البي اش تاع من ثاني؟ يا اخي قلنا في بداية الفيديو مقارنة بي اش المحلول بين بي اش الماء المقطر. سم معني تلكم بي اش هذاك تاع من؟ تاع الماء المقطر. بي اش المحلول المعتدل كي يكون المحلول المعتدل هو كذلك بي اش الماء المقطر. اذا هذه البي اش يعني 7.2، هذه البي اش هي كذلك بي اش الماء المقطر والماء الصافي عند 10 درجات مئوية. عشر درجات مئوية. صح، هنا يعني نعاود، يعني بي اش، شوف بي اش يساوي 7.2 في التمرين تاعنا عند 10 درجات مئوية، وبي اش يساوي 7 عند 25 درجة مئوية. احنا اللي تهمنا هذه في التمرين تاعنا. احنا قلنا باللي بي اش المحلول المعتدل عند 10 درجات صبناه 7.2، صح، لكن هنا واش قالوا لنا؟ بي اش محلول مائي هو 7، هذا المحلول اللي طاوه لي هنا هو 7. لاحظوا ان البي اش اللي طاوه لي اصغر من 7.2 وليس اكبر. لاحظوا واش نقول. بما ان بي اش المحلول اللي اعطوه لي بين قوسين 7 اصغر من بي اش المحلول المعتدل اللي طوال لي 7.2، يعني صغير عليه. صح، واش كنا قلنا؟ قلنا انه
في الدرس. يكون المحلول حمضيا إذا كان له بي اش أصغر من بي اش الماء المقطر. نعاود، يكون المحلول حمضيا إذا كان له البي اش أصغر من بي اش الماء المقطر، ويكون أساسيا إذا كان له البي اش أكبر من بي اش الماء المقطر. هنا بي اش الماء المقطر عند هذه الدرجة أو بي اش المحلول المعتدل هو 7.2، وصبنا بي اش المحلول هو 7 أصغر منه. إذن المحلول شنو نكتبه؟ فإن المحلول ذو البي اش نكتبوها هنا بي اش يساوي 7 حمضي عند 10 درجة حرارة 10 درجات مئوية. صح. روحوا الآن إلى السؤال الثاني. طلبوا منا حساب تركيز شوارد الهيدروكسيد في هذا المحلول عند 10 درجات مئوية. إذن دائما نحسب التراكيز شوارد الهيدروكسيد انطلاقا من الجداء الشاردي للماء. نعاود، قل نحسب تركيز شوارد الاش او موا الهيدروكسيد انطلاقا من الجداء الشاردي للماء. إذن اش او موا فينا تساوي ك او على التركيز تاع شاردة الهيدرونيوم فينا، ومنه تساوي ك او على 10 قوة ناقص بي اش. صح. إذن تساوي ك اعطوها لنا 3.2 في 10 قوة ناقص 15 جداء شاردي للماء عند 10 درجات مئوية. انتبه، على البي اش اعطوها لنا 7 تاع المحلول، إذن 10 قوة ناقص 7، ومنه اي التركيز يساوي، احسب عندك، طلع 10 قوة ناقص 7 الفوق تولي 10 قوة 8 ناقص 10 قوة ناقص 15 في 10 قوة 8 تولي لك 10 قوة في 10 قوة 7 تولي لك 10 قوة ناقص 8. إذن 3.2 تبقى كما راهي، في يعني هنا ممكن تستعمل الحاسبة، ضيعش الوقت، في 10 قوة ناقص 8 مول على اللتر. هكذا ها أنا حلينا التمرين تاعنا. أعزائي طلبة، إلى أن ألقاكم في الفيديو القادم، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.